مساء الخير خواتاتي خياتي، اليوم نقدم لكم صبيعات العروسة يتغلى وتجي مليح مع السلين مع لاتاي. واش فيهم؟ فيهم شوفوا خواتاتي حاجة سهلة، زوج حبات صغير، نزيدو لها شوية تاع لافاني، ولافاني خواتاتي كمية معتبرة كما قلت لكم، لافاني تاع الميزان خير، فيه ريحة، ريحتو شابة وكيما الخير من تاع الساشيات هكذا. نزيدو نخلطو معاها نص كيلة تاع سكر هكذا، نص كيلة في الكيس هكا نص، نخلطو هكا خواتاتي غير بالفرشيطة، هكا لها حاجة بسيطة. خلطنا البيض مع السكر مع لافاني، نزيدو له نص كيس كيما عبرنا السكر، نزيدو له نص كيس حتى لهنا برك تاع الزيت اللي هو قريب ربع هكذا، نزيدو نخلطو. نخلطو مليح هكا غير بالفرشيطة. بغيت هاد العراسة مليح، نسيبوهم دوكا رمضان إن شاء الله، نزيدو كاس حليب، مقادير سهلة بسيطة في أي دار نسيبوها، نفرحو بيداتنا، نسيبوها شهر رمضان إن شاء الله مبارك. من بعد نزيدو عندنا باكي تاع النوارة اللي فيها 10 غرامات، غرامات اللي هي لا ديفيو جيميك، نزيدو هكذا كيما راكم تشوفوا خفاتاتي فارينا قربناها هكا، معاها ساشي تاع نوار، نخلطو هكذا حتى تولينا عجينة. شوفوا خفاتاتي ها هي، شوفوا كيف ولاتنا عجينة، ونحلوها بالحلال ومن بعد نقطعوها هكذا هكذا، هكذا خوتاتي، واش كل واحد شحال يحب على الطول هكذا تاع الصبيعات هكذا. هاهم شوفو خواتاتي هاهم، نبعنيهم هكذا شوفو، ومن بعد نسخنو الزيت تاعنا، نبداو على بركة الله نحطوهم يتقليو هكذا كيما راكم تشوفو. نسيبهم هكذا هكذا شوفوا مليح، يجيو خفاف عسلين حتى شهر رمضان الجاي ان شاء الله، نسيبوهم هكذا في المائدة تاعنا تاع شهر رمضان نحطوهم. هكذا حتى ياخذون اللون الدوغي هذاك، يجي من محمرين شبان هكذا، ومن بعد نوريه لكم في صحن التقديم. شوفوا خواتاتي كيف جاونا،
شوفوا قليناهم، شوفوا جاونا ما شاء الله، وزدنا شبحناهم بالشوية حسيلة كيش نهار نديرها لكم نوري لكم الحسيلة سهلة وتجيكم مليحة تجدوها إن شاء الله رمضان إن شاء الله. وشوفوا زيناهم بحبوب الشيا راهي فيها فوائد كثيرة، وإن شاء الله ما تنساوش تدعموني تشاركوني إن شاء الله، وإن شاء الله تفعلوا الجرس وديروا اللايك وبقوا على خير خواتاتي.